مرحبا يا جماعة، اليوم إن شاء الله رح نبدأ رحلتنا لشهادة الـ CCNA. طبعا كبداية بدنا نبدأ بالحكي عن أنواع الكمبيوترات وشو هي القطع الموجودة داخل الكمبيوترات وكيف تطور. طيب كبداية، الكمبيوترات بالعادة بتتكون من 4 قطع أساسية. أول هي القطع اللي هي الشاشة واللي هي مسؤولة عن عرض البيانات. ثاني قطعة اللي هي الكيس واللي هي مسؤولة عن معالجة البيانات اللي بيتم عرضها على المونيتور. وثالث ورابع قطعة اللي هن الكيبورد والماوس، ويستخدموا الكيبورد والماوس بإدخال البيانات، وبنفس الوقت بيستخدموا بالتحكم بالجهاز. طيب خلونا نحكي الكيس من شو بيتكون من الداخل. الكيس يا جماعة بيتكون من مجموعة من القطع، وأهمها CPU. CPU هي عبارة عن وحدة المعالجة المركزية. طبعا اختصارها بالانجليزي Central Processing Unit، وفعليا من اسمها وحدة المعالجة المركزية، هي القطعة المسؤولة عن المعالجة لكل الحسابات اللي بتتم على الجهاز. طيب خلونا نشوف شكل البروسيسور او اللي هو اسمه CPU. CPU بيجي شكله مثل ما لكم شايفين هون، هو عبارة عن شريحة بالعادة بيكون لونه اخضر، ومن الطرف الثاني بيكون في مثل رؤوس نحاسية. طبعا مثل ما هنشوف كمان شوي، CPU بيتركب على شيء اسمه السوكت. هاي السوكت هي عبارة عن مدخل للبروسيسور بيكون موجود على قطعة رح نشوفها كمان شوي اسمها المذر بورد. طبعا البروسيسورز في إلن أنواع مختلفة، وبنفس الوقت في إلن سرعات مختلفة. طبعا وحدة قياس سرعة على البروسيسور اللي هي الميجا هيرتز. لما بدأوا الكمبيوترات كانت معدل سرعات البروسيسورز حوالي 66 ميجا هيرتز. طبعا هالحكي تقريبا سنة 1978. نحن اليوم سنة 2004، البروسيسورز اللي عم تتوفر لنا تقريبا سرعتها 3.2 جيجا هيرتز. طبعا الفرق بين الميجا هيرتز مثل ما لكم شايفين هون والجيجا هيرتز، هو انه كل جيجا هيرت عبارة عن 1000 ميجا هيرتز. يعني لو بنجي بنحول هال 3.2 جيجا هيرتز لميجا هيرتز، بيطلع معنا سرعة البروسيسور المتوفر حاليا 3200 ميجا هيرتز. طيب خلونا الآن نحكي عن القطعة الثانية اللي ممكن نشوفها جوات الكمبيوتر، واللي هي اسمها هارد ديسك. طبعا اختصارها HD، ومثل ما حكيت لكم اسمه هارد ديسك اللي هو القرص الصلب. فعليا وظيفة القرص الصلب هي تخزين المعلومات على الجهاز. طبعا وحدة قياس الهارد ديسكات مثل ما حكينا في كتير انواع، بس وحدة القياس هي اللي بتفرق معنا وبتهمنا. وحدة القياس اللي هي الميجا بايت او الجيجا بايت. طبعا في فرق بين الميجا بايت والجيجا بايت، مو نفس المعنى. كل جيجا بايت هو عبارة عن 1024 ميجا بايت. طبعا بدكم تنتبهوا انه الام will be capital letters، يعني احرف كبيرة، لانه لو كتبنا كالتالي هي معناتها ميجا بت. طبعا في حال ميجا بت مثل ما حنشوف لقدام رح يكون هي عبارة عن وحدة قياس مختلفة تماما. مثل ما اتفقنا بدكم تنتبهوا لشغلة الميجا بايت. خلينا هلا نشوف صورة للقرص الصلب. القرص الصلب بيجي فعليا يا اخوان شكله عبارة عن علبة معدنية معزولة تماما الطرف الخارجي عنها عن الطرف الداخلي، لانه من جوا بتتكون من قرص شكله مثل شكل CD. طبعا هذا القرص لازم ينعزل لسبب وحيد، لانه بيتأثر بالغبار. طيب خلونا نرجع نعرف شو المساحات اللي ممكن نلاقي منها هارد ديسكات. طبعا الهارد ديسكات بدأوا ب 1 جيجا بايت، وطبعا في اقل من هيك. في هارد ديسكات كانت 400 ميجا بايت، وفي 200 ميجا بايت. طبعا هلا اتطور العالم ووصلوا لشيء اسمه 1 تيرا بايت. طبعا هارد ديسكات ال 1 تيرا بايت مثل ما لكم شايفين صار في وحدة قياس جديدة. وحدة القياس الجديدة هاي كل تيرا بايت تتكون من 1024 جيجا بايت، ومثل ما اتفقنا كل جيجا بايت بتكون من 1024
ميجا بايت. طيب خلونا هلا نشوف شو هي المكون الثالث اللي ممكن نلاقيه او اي داخل الكيس. يا اخوان المكون الثالث اللي هو الرام. الرام اختصار لراندوم اكسس ميموري. طبعا الرام مثل ما حكينا واحدة من القطع اللي ممكن نلاقيها جوات الكمبيوتر. بنفس الوقت الرام له وحدة قياس. طبعا الرام بنقاس بالميجا بايت او بالكيلو بايت. الكيلو بايت هي عبارة عن وحدة اصغر من الميجا بايت، وفعليا كل ميجا بايت بتكون من 1024 كيلو بايت. طبعا الرام وظيفته بالجهاز كالتالي: لا يستخدم كذاكرة، بس فعليا يستخدم كحلقة وصل بين المكون الاول اللي حكينا عنه السي بي يو اللي هو المعالج، والهارد ديسك. فهو الرام يستخدم كحلقة وصل بيناتهم. السي بي يو بيتعامل مع الرام، والرام بيتعامل مع الهارد ديسك، بيجيب المعلومات اللي لازمها اللي طالبها السي بي يو بيرجعها للرام، والرام بيرجع المعلومات للسي بي يو. خلونا هلا نشوف شكل الرام كيف بيكون. طبعا الرام مثل ما لكم شايفين هون عبارة عن شريحة صغيرة تتركب بشكل عمودي على قطعة اسمها المذر بورد، رح تشوفوها كمان شوي. بنفس الوقت الرام في له انواع، ومن ضمن هاي الانواع الاس دي رام، الدي دي رام، والار دي رام. طبعا نحن ما نفوت بمجال انواع الرامات لانه هاي من ضمن تخصص شهادة الاي بلس، بقى نخليه على جنب. خلينا الان يا اخوان نتكلم عن قطعة اخرى موجودة في الجهاز. طبعا القطعة اسمها VGA، اختصار ل Visual Graphic Adapter. فعليا لو بدنا نجي نترجمها للعربي، Visual Graphic Adapter بتطلع معنا كرت الشاشة. فعليا كرت الشاشة وظيفته كالتالي: انه يعرض كل النتائج اللي بيطلع فيها البروسيسور اللي هو السي بي يو، يعرض لي اياها على شاشة الكمبيوتر. طبعا مثل ما لكم شايفين هون في عنا السي بي يو، واكيد في عنا بنفس الوقت في الهارد ديسك وفي الرام، وبيشتغل عنا هون الفي جي اي كوسيط بين الجهاز الداخلي والشاشة. طبعا كرت الشاشة او الفي جي اي بيتركب بمكان معين على قطعة اسمها المذر بورد. اسم المدخل اللي بيتوصل عليها اسمها اي جي بي. خلونا نشوف هلا شكل الشاشة، شكل كرت الشاشة كيف ممكن يكون. مثل ما لكم شايفين هون كرت الشاشة عبارة عن طرف خارجي بنشوفه من خارج الكيس، وطرف داخلي واللي هو اكبر من الطرف الخارجي، وبنهاية الطرف الداخلي في عنا مثل وصلة. هاي الوصلة هي اللي بتفوت بالاي جي بي سلوت. خلونا الان نحكي عن القطعة المسؤولة على توصيل. حكينا قبل شوي عنا، في عنا قطعة بالجهاز اسمها المذر بورد، مثل ما لكم شايفين اختصارها مذر بورد. طبعا لو بدنا نجي نترجمها تطلع معنا اللوحة الام. من اسمها فعليا هي مسؤولة عن توصيل جميع القطع اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. بتلاقي البروسيسور موصول على المذر بورد، الرام موصول على المذر بورد، كرت الشاشة موصول على المذر بورد، الهارد ديسك موصول على المذر بورد. فعليا هو مو موجود على المذر بورد، بس عن طريق كيبلز موصول بشيء اسمه الاي دي اي كنترولر، ما هنحكي عنه اليوم فعليا ولا هنحكي لقدام، هنحكي عنه بشهادة الاي بلس. خلينا نشوف شكل المذر بورد كيف ممكن يكون. المذر بورد فيه لاسم تاني مثل ما لكم شايفين هون مين بورد، اللي هي اللوحة الاساسية. مثل ما لكم شايفين بهالصورة حجمه كبير المذر بورد، واكيد مكانه بالكيس. في عنا هون البي سي اي سلوتس، رح نشوف كمان شوي شو استخدامهم. هون في عنا الاي جي بي سلوت، طبعا مثل ما حكيت لكم هون بيتركب كرت الشاشة،
وهون في عنا سلوتس اخرى للرام بتوصل عليها الرام، ومثل ما هون قبل شوي حكيت لكم الاي دي اي كيبلز بينحطوا هون مشان يوصل الهارد ديسك، وبتركب البروسيسور على هذا السلوت. طيب الجهاز مو بحد ذاته هو المسؤول عن توليد الطاقة، فعليا الجهاز بيستخدم شيء اسمه الباور سبلاي. الباور سبلاي هو عبارة عن وحدة الكهرباء بالجهاز، مثل ما لكم شايفين هون في إلى وصلة على الكهرباء، في إلى زر on off، وبنفس الوقت في إلى مروحة للتبريد. من الطرف الثاني بيكون في عنا أسلاك رايحة على المذر بورد وعلى الهارد ديسكات وعلى السي دي رومز. طيب بنفس الوقت الجهاز بيكون عنا في إله فتحات من الخلف، طبعا هاي الفتحات هي المسؤولة على توصيل القطع الخارجية مع الجهاز. مثل ما لكم شايفين هون في مجموعة من الأشياء، في عنا الوصلات تتسمى ports، مثل ما لكم شايفين في عنا وصلة للكيبورد اللي هي keyboard port، طبعا بنسمي هاي الوصلة نوعها PS2. في عنا الماوس port، وفي عنا serial port. النتورك port كمان شوي رح نحكي عنه. في عنا هون وصلة كرت الشاشة، وبيجي جنبه شيء اسمه الاس فيديو، طبعا هذا مو بالضرورة يكون موجود ولا بهمنا نعرف عنه كثير هالمرة. وبنفس الوقت في عنا هون بتوصلوا البي سي اي كاردز، هاي المخارج الخارجية تبعه، مثل ما لكم شايفين هون موصول مودم، وهون موصول ساوند كارد، وموصول الجرافيك كارد. بالاضافة لانواع البورتس اللي شفتوها هون، في عنا شيء اسمه البارالل بورت، وفي عنا شيء اسمه اليو اس بي بورت واللي هو شائع هلا بالعالم. طبعا يو اس بي اختصار ل يونيفرسال سيريال باس، وحاليا جميع القطع الاضافية ان كانت ماوس، في ماوسات صارت تجي يو اس بي، في عنا سكانرز يو اس بي، في عنا برينترز يو اس بي. وبنفس الوقت مثل ما لكم شايفين في عنا الباور سبلاي اللي قبل شوي شرحت لكم اياه، مخرج للكهرباء اون اوف ومروحة. طيب خلونا هلا نحكي عن المودم، الساوند كارد، والنتورك بورت. بداية رح نبدأ بالحكي عن المودم. المودم يا اخوان هو فعليا عبارة عن قطعة بتتركب جوات الجهاز مسؤولة عن وصل الجهاز بسلك التليفون. طبعا بيتم استخدام المودم لاستخدامات مختلفة، من ضمن انه نستخدمه كفاكس الجهاز او نستخدمه للاتصال بشبكة الانترنت. طيب خلونا نشوف شكل المودم من جوا كيف هو. لو مثل ما لكم شايفين هون في عنا قسم خارجي وقسم داخلي، وفي عنا وصلة للبي سي اي سلوتس. طبعا منوصل سلك التليفون هون، وبالعادة منوصل سلك الفاكس، ومنوصل النتورك او المودم كارد منوصله على المذر بورد. طيب خلونا نشوف شو هو المكون الثاني. المكون الثاني اللي هو اختصاره NIC. NIC واللي هو حندرس عنه كتير، اول شيء اختصاره نتورك Interface Card. طبعا هو فعليا مسؤول عن وصل الجهاز اللي قبل شوي كنا عم نشوفه عن طريق هالبورت ينوصل على الشبكة. مثل ما لكم شايفين في له قسم خارجي وقسم داخلي، وكمان مثل ما حكينا بينوصل على البي سي اي. بضل عنا القطعة الأخيرة اللي حنحكي عنها عن الكمبيوترات اليوم اللي هي الساوند كارد. مثل ما حكينا الساوند كارد هي القطعة المسؤولة عن بث الصوت من الجهاز الى السماعات. مثل ما لكم شايفين هون في الى وصلة على البي سي اي، ومن هون في عنا اكتر من مخرج، طبعا لهم استخدامات متعددة، بس من ضمن هالاستخدامات اللي لازم نعرفها انه منوصل المايكروفون عليه، منوصل السماعات عليه. هيك يا اخوان منكون غطينا جميع القطع اللي ممكن تكون موجودة على جهاز الكمبيوتر. خلونا الان نفوت بقسم التخصص او القسم المتخصص في شهادة CCNA اللي هي Network Port. خلينا نعرف شو انواع Network Cards وشو فوائدهم. طبعا يا اخوان مثل ما حكينا الـ NIC اختصار ل Network Interface كارد. لو نجي نترجمه بيطلع معنا الترجمة كرت الشبكة. وفعليا
فعليا هي وظيفته، هو الكرت المسؤول عن وصل المين بورد او الجهاز كامل مع الشبكة الخارجية. طيب في عنا انواع مختلفة من النتورك كاردز، خلينا نبدأ نشوف شو هي الانواع. فعليا هي اربع انواع. اول نوع من الانواع اللي ممكن نشوفها اللي هي الـ PCI Network Card. طبعا مثل ما هتشوفوا كمان شوي الـ PCI Network Card بنوصل على الـ PCI Slot. تاني نوع عنا من الـ Network Cards اللي هو PC MCIA. راح نشوف كيف شكل الـ Network Card اللي اسمه PC MCIA كمان شوي. وفي عنا نوع ثالث الـ USB. طبعا الـ USB غني عن التعريف، صرتوا بتعرفوه اكيد، اختصار لـ Universal Serial Bus. والنوع الأخير اللي هو الوايرلس. طبعا الوايرلس بالعادة أو في أنواع منه كمان، ممكن نلاقي USB وايرلس، فينا نلاقي PCMCIA وفينا نلاقي PCI. طبعا اللي إن شاء الله راح تشوفوه اللي هو الـ PCI Wireless Network Card. خلينا نبدأ بأول نوع ونشوف شو هو الـ PCI Network Card. طبعا أنتوا أكيد شفتوا هذا الديزاين قبل هلأ، مثل ما حكينا بنوصل على الـ PCI Slot، مشان هيك سميناه PCI Network Card. النوع الثاني عنا من الـ Network Cards اللي هو الـ USB Network Interface Card. مثل ما لكم شايفين هذا الـ Network Card بيجي External. طبعا في عنا كلمة External معناتها خارجي. مثل ما شفنا قبل شوي الـ PCI NIC بيكون Internal يعني داخلي. طبعا بتوصل من هون باستخدام وصلة الـ USB، ومن الجهة الثانية بفوت على الجهاز. طيب خلونا نشوف شو هو النوع الثالث تبع الـ Network Interface Card الـ PC MCIA. طبعا انتو اكيد اول ما تشوفوا هالكارد رح تحكوا وين بدنا نحطه بالجهاز. فعليا هو ما له معمول لـ PCs اللي هن الـ Personal Computers، فعليا معمول هو لللابتوبس، للأجهزة المحمولة. الأجهزة المحمولة بالعادة بيكون في إلى مخارج لتركب كروت إضافية، من ضمنها مخرج الـ PCMCIA. بيجي شكل المخرج مثل شكل الكريدت كارد أو مثل الكروت تبع الريسيفر. بتحط فيه كرت الـ PCMCIA وبضل عندك هذا الطرف خارجي. طبعا مثل ما لكم شايفين هون في عنا 2 options. هو فعليا مو بكل نتورك كاردز او PCMCIA نتورك كاردز في 2 اوبشنز، بس هذا الموديل في 2 اوبشنز. في عنا نتورك كارد بفوت فيه هون سلك النتورك مثل ما حنشوف كمان شوي، ومن هذا الطرف بفوت فيه عنا سلك المودم. طبعا هذا النتورك كارد بيتسمى مالتي بوربوز نتورك كارد، يعني له وظيفتين، وظيفة ليشبك على النتورك ووظيفة ليشبك على الانترنت او يستخدم كفاكس. طبعا لو بنجي للنوع الاخير من النتورك كاردز اللي هو الوايرلس نتورك كاردز، مثل ما لكم شايفين هون حكينا احنا PCI وايرلس نتورك كارد. طب PCI عرفنا انه لينوصل على PCI سلوت. الوايرلس بيستخدم انتين. فعليا كل الاشارات اللي ببثها ال PCI وايرلس نتورك كارد بتكون اشارات لاسلكية. طبعا اكيد مثل ما حنشوف لقدام سرعته اقل، بس للشركات اللي ما لحابة تمدد أسلاك وبنفس الوقت ما في عنده ضغط على الشبكة بيكون هذا هو الاختيار الأمثل. طيب خلينا هلأ نشوف شو هي السرعات اللي متوفرة فيها النتورك كاردز. مثل ما حكينا مثل ما لكم شايفين هون في أنواع للنتورك كاردز وبنفس الوقت في سرعات. فعليا سرعات النتورك كاردز أول شيء بتنقاس بالميجا بيت بير سكند. لاحظوا ميجا بيت مو بايت. نحن اتفقنا انه الميجا بايت سعة للهارد ديسكس، والميجا بت هي عبارة عن وحدة القياس لسرعة النتورك كاردز. طبعا النتورك كاردز في عنا 3 سرعات موجودة. اول سرعة اللي هي 10 ميجا بيتس بير سكند. تاني سرعة اللي هي 100 ومثل ما لكم شايفين 10 اضعاف ميجا بيتس بير سكند وبيسموها الفاست ايثرنت. ومثل ما لكم شايفين الاولى اسمها ايثرنت. وفي عنا النوع الاخير اللي هو 1000 ميجا بت بير سكند. طبعا يا بيتسمى 1000 او 1 جيجا بت بير سكند، وبيتسمى جيجا ايثرنت.
طبعا هاي السرعات رح نرجع لها بشكل بالتفصيل لما نبلش نحكي عن النتورك ميدياز تقريبا بعد 2 فيديوز من هلا. طبعا في معلومة بس لازم تعرفوها، انه ال 1 جيجا بت ايثرنت اللي هي ال 1000 ميجا بت ايثرنت بيكون بالعادة بيشتغل على 100 وبيشتغل على 10 ميجا بت، يعني بيشوف الطرف الثاني اللي بده يحكي معه في حال كان 10 ميجا بت ايثرنت مركب بيروح بيحكي معه على سرعة 10، مع انه هو متوفر عنده 1000 ميجا بت بير سكند. في عنا شغلة تانية لازم نعرفها، انه ال 10 ميجا بت بير سكند مستحيل يحكي مع ال 100 ميجا بت بير سكند على سرعة 100 ميجا بت، لازم ال 100 ميجا بت بير سكند يعمل دروب للسرعة اللي عم بيحكي عليها وتصير 10 ميجا بت بير سكند، بعدين بصير في عنا كوميونيكيشن او اتصال. طيب هلا بدنا نعرف كيف كروت النتورك كاردز بيتم اتصالهم على الشبكة. فعليا كروت النتورك كاردز تستخدم كونكترز، هاي الكونكترز بيجي شكلها مثل ما لكم شايفين بالصورة قدامكم، هذا الكونكتر منسميه RJ45، من هذا الطرف بفوت بالنتورك كارد وعلى الطرف الثاني بيكون رايح على النتورك. طبعا النتورك راح نشوف بعدين شو الحالات اللي ممكن تواجهنا على الاطراف الثانية، بس لحد هلا بهمنا انه ال RJ45 اللي هو نوع الوصلة اسمها RJ45 تستخدم لوصل النتورك كاردز مع الميديا، الميديا معناتها السلك. طيب خلونا نشوف هلا في حال انت رحت على كمبيوتر ستور وحابب تشتري نتورك كارد، شو اللي الاهتمامات او شو الاشياء اللي لازم تكون على دراية منيحة عنا بالنتورك كارد مشان تعرف تشتري نتورك كارد يلبي احتياجاتك. فعليا في عنا 3 اشياء اساسية لازم يضلوا in mind او يعني ب طيب فعليا قبل ما تشتري النتورك كارد لازم تكون عارفان لشو انت بدك تشتريها وتجيب نتورك كارد على حسب رغباتك. فعليا في عنا 3 اشياء لازم تكون عارفان شو هنن قبل ما تشتري النتورك كارد. اول شيء types of media، types of media معناتها شو انواع الاسلاك اللي النتورك كارد بيقدر يستوعبها. الصورة اللي قبل شوي شفتوها كان نوع السلك TP Twisted Pair، مثل ما حنشوف لقدام في عنا انواع تانية، في عنا الكوأكسل وفي عنا الفايبر اوبتكس. طبعا ما في اي فائدة من انك تجيب نتورك كارد فايبر اوبتكس وانت عندك الخطوط الموصلة بين الاجهزة TP Twisted Pair. تاني شغلة لازم تكون على دراية منيحة عنا اللي هي السبيدز. طبعا فعليا انت شفت انه السبيدز تبع النتورك كارد 3 انواع لحد هلا 10 ميجا بتس 100 ميجا بتس و 1000 ميجا بتس. طبعا انت اكيد راح تقول بدي اجيب 1000 ميجا بتس. طيب انت بدك تقيس فعليا قبل ما تجيب 1000 ميجا بتس هل مدى عملك بيلزمه 1000 ميجا بتس، هل مستاهل انك تدفع حق نتورك كارد مبلغا وقدره مشان تجيب 1000 ميجا بتس. بنفس الوقت هل الاجهزه الثانيه اللي عندك على النتورك مركب عليها NICs 1000؟ لانه مثل ما حكينا قبل شوي لو انت مركب 1000 ميجا بت، لو فرضنا جهاز A مركب نتورك كارد 1000 والطرف الثاني على النتورك مركب نتورك كارد 10 ميجا بت بير سكند، اتفقنا انه الجهاز ال 1000 بده ينزل سرعته ل 10 مشان يقدر يحكي مع B. طيب ثالث شيء لازم يكون عندك بالبال وانت عم تشتري نتورك كارد اللي هو البروتوكولز. بدنا نعرف شو انواع البروتوكولات اللي النتورك كارد بيقدر يعمل لها سبورت. طبعا في عنا مجموعة من البروتوكولات وراح تشوفون لقدام، بس ناخد امثلة صغيرة هلا. في عنا الايثرنت، في عنا الاف دي دي اي، في عنا التوكن، في عنا الاي تي ام، في عنا انواع مختلفة من البروتوكولات ليشتغل عليها النتورك كارد. طبعا السائد هلا بالعالم الايثرنت، رح نمرق عليه بالتفصيل ورح نمرق على غيره كمان بالتفصيل ونشوف شو الفروق بيناتهم وليش الايثرنت سائد. طيب مبدئيا لحد الان بقدر لكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو اللي هلا حضرتوه واستفدتوا منه بنفس الوقت، وان شاء الله نلتقى بالفيديو الجاي. شكرا.